مرقت لعند امك مرتين قالت لي انك نايمة، ما بعرف اذا كان الحكي صحيح ولا لا. طبعا صحيح، امي ما بتكذب. مو مشكلة، امتى رح ترجعي على البيت؟ ليش؟ يعني ما حلوة تضلك برات بيتك اكثر من هيك. والله انا ما تركته بخاطري، انت اللي حشتني اعمل هيك. المهم هلا جازي حالك، اليوم رح امرق اخذك. ليش؟ شو جد؟ اهلي رح يمرقوا لعني يقعدوا كم يوم، يعني قعدوا عند سناء وبهاء، ما حلوه انا ضلني مطنش لهالدرجه. مشان هيك جاي ترجعني على البيت، ما هيك؟ مشان اجي اخدمهم. جد انتبهي على حكيك منيح. بعدين امي وابي ما لهم بحاجه لحد يخدمهم، بس القصه ما حلوه يزورونا بالبيت وما يلاقوكي. ما حلوه؟ ليش ما حلوه؟ قل له الحرداني ببيت امها لاني بدي بيع البيت اللي صار لنا سنين عم نحلم فيه. وعم نحط القرش فوق القرش لحتى يصير عنا بيت مثل الخلق والعالم. قل لهم، قل لهم وشوف شو بيقولوا لك. حقي احرد ببيت امي ولا مو حقي؟ لكن خليكي عند امك. اهلين شادية. اهلين جابريني. اهلين. اهلين. اهلين جابريني. طمنيني، شلون امك؟ ان شاء الله تحسنت. امي؟ ايه، مو كانت مريضة؟ ضياء هيك مفهمكم. لا امي ما فيها شيء، بس انا كنت قاعدة عندها لاني متخانقة انا وضياء.